عسلامة ومرحبا بكم من جديد في لابرانتي اون شيف. اليوم مع الشيف عبد القادر الخميس. اهلا وسهلا بك. عسلامة ومرحبا بكم. مرحبا بك عبد القادر في لابرانتي اون شيف اللي تتعدى كل يوم على موجات اذاعه الشباب بالتعاون مع معهد تكوين في مهن السياحه بنابل. اليوم البلان تاعنا يا عبد القادر شنو؟ البلان تاعنا اليوم تونسي. اي حاجه بنينه مزيانه زين طاولتنا في رمسيد رمضان وخفيفه ومن طون هي لحمه التون. لحمه التون به خلينا ملا نكتشفوا الانغريديون مع بعضنا. باهي لحمه التون نسحق ويسكالوب. اي دي هو فواحناه موتارد اوريغان كليل سيل بوفر. باهي نسحقوا صوص طومات بيكون شويه كما نقول كما نعرفوا التونس يحبوا كتوزويزه هذيك. اي عندنا بيرسيل للفارس، عندنا بيرسيل معدنوس، عندنا عظام مسموط، عندنا كبار تون شامبينيون فروماج. الله اك هو الجو التونسي كله موجود. كله موجود والنفاح التونسي كله موجود اكيد. باهي نبداو من اختي واختي نبدأ. يلا نبداو الخطوه الاولى الماركي والاسكالوب نتاعنا. ذوبوا شويه الزبده. باهي انا الزبده نتاعنا نحطوا الزبده نتاعنا تذوب كالعاده الكوزينه التونسيه. زيت زيتونه. الزيت علاش نحطوه؟ الزبده ما تحرقش. اي ونختاروا زيت زيتونه خاطر يبنى اكيد. اما برشا يقول لك شيف زيت زيتونه ما يزمش يتقلى برشا. اي ما يزمش يتقلى برشا بالطبيعه يعطي مراره هكاك. اي احنا جوست باش نعطيه الجو نتاعو ولا الاسكالوب. واضح خليه يذوب شويه. اي قل لي اذا تحبني نعاونك في حاجه شيف موجوده. باهي نخليوها لو طون ذابت الزبده. نبداو نحضروا الفارس نتاعنا. باهي نبدا نمشي عنا العظم. العظم شو عندك تحب اخر؟ ادينا كبار. باهي فوالا هذا الكبار نكثروش منه باش باهي الملح. اي كيكا يولي ملح صبحه كيما نقولوا في التونسي ما يجيش. نعطيه شويه كتوش ريفيزيتي ما يسالش نبدلو شويه على المعتاد نحطو شويه شامبينيون. شامبينيون فري جديد هذا اكيد. اي واللي بيه الفايده تو التون. التون لحم التون بلاش تون ما تجيش. ما تجيش قولي ما يعلوش اسمها علاش لحم التون. حطوا التون نتاعنا شخشخوها بالتون. الكلمه ذي تونسيه شخشيخ. رمضان متسمي على الماكله عطمه خميخ واحد شخشيخ اكيد. ايه نحط شويه مع الدوس تاعنا. الفروماج. الفروماج مش نحطوه الكل تا نشوفه مع بعضنا علاش بعض. ملا فما سر في الحكايه. زينة الكل كله في الحكايه هذيك. ملا نخلي الفروماج شويه ملح. ملح. نفتح الكحل. نحطوا شويه ثوم. شويه ثوم. باهي. خلطوهم شوية لهنا. اي انا عظمة هنا مش كسر العظمة نتاعنا. فوالا هذيا باش نلمو بيها الفارس نتاعنا. اوكا هاو والفارس نتاعنا يتلم بشوية بشوية شوية بشوية نتبعوه. كعب عظم تكفي. كعب عظم تكفي هي جوست اللي يزن هكا. حطينا الكبار، حطينا التون، حطينا الشامبينيون، حطينا المعدنوس، حطينا شوية جبن. وخلينا جبن من بعد باش يقول لنا شنو هي المفتاح نتاع النجاح نتاع لحمة التون يقول لي عند عبد القادر. مفتاح البلا كيفاش يطلع مزيان، مفتاح برشا حاجات. اي. لهنا عندنا الزبدة والزيت نتاعنا ذابوا. اي. باش نماركيه والاسكالوب نتاعنا. الاسكالوب. باش فوحناه شيف تو اسكالوب فوحناه موتارد. اي زعتر نعاودو نذكرو. اي كليل ملح فلفل اكحل شويه حبق للي يحب. فوالا متبل يعني وفاوح اكيد. اي ماركيوه ياخذ وقته شويه شويه. قداش يقعد يتمرك اسكالوب هكاك تقريبا؟ وانت والابيسور نتاع الترونش انت والغاز انت وسخانه البوالا اما ما تفوتش 3 مينوت. باهي ثلاثة دقائق. ثلاثة دقائق.
اسكالوب نتاعنا توا ماركيناه الشيف عبد القادر هكا ولا اي توا شنو نعملو قبل ما ندخلو لحمه التون للفوق اي قبل ما ندخلو لحمه التون للفوق عندنا صوص طوماط تاعنا اي اللي هي اللي تكون حاضره اي هي بيكون شويه كيما قلنا فوالا كيفاش حضرتها نعملو طوماط فريش اي صوديوها شويه في الزب في زيت زيتونه وزبده نسيب الماء نتاعها فيها جو طماطم كيما نعرف يا برشا ماء اي تسيب الجو نتاعها نحط معها طوماط كونسونتري نقليوها مليح نزيدو معها شويه ريسة عربي البنه التونسيه كما قلنا قبيلي اي وكل مره نزيدو تتبعوها بشويه بماء لان ناخذوا التكستور اللي حشنا بها المهم مش عاقده برشا مش عاقده برشا ومش جاريه برشا واضح في النص فوقها شويه ملح فلفل اكحل زعتر واحبق شويه ثوم شويه تكون صوص طماط تاعنا حاضره نبداو مع بعضنا نحطوا صوص طماط نتاعنا الفوق اللوطا نعملوا اني دو صوص طماط اي هنا شخشخوها اهم شيء تشخشيخ اهم شيء تشخشيخ اي عطينا صوص طماط نتاعنا نخرجوا سكالوب اللي تمركه وباش يكمل يطيب في عقله في الفور اي 10 دقائق في الفور اي على 180 درجه اي باهي تو حطوا الفور تاعنا في الفور تو الفحص اي عملنا له العظم شامبينيون تو الفرماج من فوق يظهر لي فما زينه من فوق تذوب هكا وكل اي الجراتيناج تاع الفرماج مزيان هذاك شو يدخل معاه الفور ياخذ وقته نحطوه في اخر وقت في الفور اي يطيب الفارس نتاعنا وبعد نزيدو الفرماج نزيدو الفرماج اي نحطو شوي الاخرى صحيح باش ما يتحرق لناش الفرماج اي ما يخسرش البنه نتاعو وكالتكستور اي بون هنا تكون لحمه التونه نتاعنا حاضره اي دخلوها الفور كيما قلنا 10 مينوت على 180 درجه 10 دقائق 180 درجه كافيين هكا ولا يزي فيه البركه وقبل باربع دقائق نحطوا جبن ولا دقيقتين لا هو يطيب في عقله في ال 10 دقائق نتاعو بعد نحطوا الفروماج ونرجعوا للفور دقيقه من زمان ونخرجوا جوز جراتيناج هكا هو الفروماج واضح تاخذ تربح التكستور نتاعك تربح الجو تربح برشا حاجات هكا هو يعطيك الصحه شيف عبد القادر الخماسي مالا نحطوا نحن البلان تاعنا في الفور اي ونرجعوا نحضروا الدريساج نتاعنا نرجعوا نحضروا الدريساج واضح شيف عبد القادر الخماسي لحمة التون متاعنا حاضرة والطبق متاعنا ما شاء الله يشهي ما شاء الله ريحة وفيحة وظاهرة البنة هكا نزيدوا نشهيهم ولا يزي نزيدوا نزيدوا ما كانش بالعكسين شيف عبد القادر الخماسي نشهيهم باش يجربوا البلا متاعنا ويذوقوا ويعرفوا شنو البنة أكيد يعطيك الصحة من جديد تحية ليك تحية لكل الشيفان اللي تعديوا معنا في لابخانتي أون شيف نقول لكم شهية طيبة للجميع